انسحب نادي الزمالك من امام النادي الاهلي في المباراه المؤجله من الاسبوع الرابع. هنجيب بقى لحضراتكم اللوائح والمواضيع والدنيا هتمشي ازاي خلال الفتره القادمه اذا تم تطبيق هذه اللوائح. ممكن يخافوا برضو ما يطبقوهاش خلال الفتره القادمه، لانه زي ما حضراتكم شايفين الناس بتخاف. بتخاف من ايه؟ انا ما اعرفش. الايادي المرتعشه ما زالت تدير كرة القدم المصرية. أتمنى أن يكون هناك خلال الفترة القادمة طبق اللوائح، طبق اللوائح وطبق اللي أنت عايزه وخلي الأمور تمشي في الإطار القانوني وإطار اللائحي. عموما دي كانت نهاية المباراة التي لم تبدأ أساسا، مباراة كانت لم تبدأ لأنها انسحب نادي الزمالك من أمام النادي الأهلي. أسباب كتيرة جدا بقى اتكلمنا عنها خلال الفترة السابقة.